أما في السوق الكويتي فقد استهل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على انخفاض بنسبة 0.91% عند مستوى 8626 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 48 مليون دينار. ولم يسجل السوق أي ارتفاعات خلال تعاملات اليوم. وعلى مستوى الأسهم الأكثر انخفاضا فقد تصدر سهم الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 2.70% ليغلق عند دينار فاصل 44. تلاه سهم بنك الكويتية الدولي بنسبة 2.28% ليغلق عند 0.21 دينار. كما ارتفع سهم أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 1.73% ليغلق عند 0.85 دينار.